السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقف حصل ففوجئت ان هو هيتفهم غلط، والراجل بيقول ان احنا بنصلح الكمبيوتر بالاركان بالقران وبالاذكار والحاجات دي. طيب الموقف حصل ازاي وهستفاد منه درس ان شاء الله؟ كنت انا من اوائل الناس اللي جابوا الكمبيوتر عندنا في المنطقه. طيب ممكن يكون في ناس تانية جابت الكمبيوتر قبلي، لكن يعني مش من اهل انا من مرج، مش من اهل مرج، فالناس ما تعرفهمش كتير. فانا كنت من اول الناس اللي جبت الكمبيوتر، وبدا اي حد عنده مشكله يقول له عمر عنده الكمبيوتر وهو بيحب ان هو يصلح. فبدات ناس كتيره تجي لي من قرايبي واصحابي، وفي ناس ما اعرفهمش، وبدات ان انا اخد خبره في ان انا اصلح الكمبيوترات دي بدون مقابل. يعني اي حد ممكن يحصل عنده اي مشكله مش فاهم ايه الموضوع يقول له عمر تعالى صلح الكمبيوتر، فكنت بروح له. او لو الموضوع بسيط بس تقريبا بنسبه 90% كنت بروح له. ليه؟ هي قريه صغيره مش مفيش مواصلات ولا حاجه، ومش مستاهله ان هو يقعد يفك ويجي وبتاع وحاجات زي كده. فحصل ان في شخص مثلا عنده مشاكل متكرره كل شويه اروح له، وانا اول ما بدخل اي مكان طبيعي يعني بتقول بقى ايه بسم الله السلام عليكم بتاع، ممكن يكون في حد خلع راسه بتاع، فلازم تقول بصوت عالي لما قبل ما بتبدا في الحاجه بتعمل بسم الله. يعني لا شيخ ولا حاجه، ده اللي هو التدين الطبيعي عند المصريين. يعني ما بعملش حاجه اكتر من العادي ان يعني بتفتح الكمبيوتر وانت بتدوس بتقول بسم الله بتاع. فكل مره يكون الكمبيوتر عنده فيه مشاكل، وسبحان الله اول ما اجي الكمبيوتر يتفتح بدون اي مشاكل خالص. فهو قال بقى الراجل ده بركه، وقال لي انت بتصلح الكمبيوتر بالقران او بالحاجات دي وبتاع. فقلت له لا، ايوه الموضوع ببساطه ان في كلمه باج اللي هي مشكله. ليه سمينا حشره؟ كان في جهاز طبعه غالي، وكان ساعتها يعني فكره ان انت تجيب طبعه دي وتطبع ورق دي حاجه خياليه محدش يقدر يصدقك فيها. زي ما دلوقتي مثلا بيكلم حد في طبعه ثلاثيه الابعاد والامكانيات بتاعتها ما بيصدقش. ف طبعا متوقفه ومحدش عارف يصلحها، وجايبين خبراء من الشركه وجايبين ناس هنا. ففي الاخر في واحده سكرتيره كده لقيت فيه زي ناموسه، لما شالتها اشتغلت. يعني المشاكل بسيطه خالص ممكن توقف لك النظام كبير. فانا كنت ببقى مركز اول ما الكمبيوتر يفتح بدخل كده في السيستم بشوف لو في اي مشكله، لو في كارت شاشه مش مظبوط، لو في اي حاجه، اي حاجه صغيره حتى ممكن واحد يقول لك نهملها، ده ورننج تحذير مش ايرور. لا، الحاجات الصغيره دي لما كانت بتحلها كان الكمبيوتر بيفتح الحمد لله. فهو مش واخد باله ان الحاجات الصغيره اللي انا بعملها دي اول ما الكمبيوتر بيفتح دي هي اللي بتحل المشكله. يعني فهو تخيل ان احنا بنصلح الكمبيوتر بالطاقه الروحانيه وبالحاجات دي. فوضحت له لا، هي بيبقى في حاجات صغيره ممكن الواحد يعديها ما يركزش، والكمبيوتر بيفتح في رسائل كده بتيجي بالانجليزي، فالواحد بيقرا بسرعه بحيث انها تسهل عليه ان هو يفهم ايه اللي بيحصل. واي برنامج يعني ساعات مثلا الواحد يكون شغال على برنامج زي ريفيت 3 دي ماكس، حاجات في رسائل بتطلع صغيره كده الواحد ما بيقراهاش، احنا لسه نقرا، لكن الرسائل دي ممكن تطلع منها ان في مشاكل صغيره لما بتحلها بتلاقي المشكله الكبيره اتحلت. هي دي الفكره، ان معظم النار من مستصغر الشرر. ممكن شرره صغيره تخرب لك المكان كله، سجاره صغيره رميتها بعد ما شربتها، يعني ان شاء الله الناس تبع سجاير، ممكن تولع لك البيت كله. فدي الموضوع باختصار. انما الناس اللي هي بتنصب وتبيع باسم الدين والله ده هنقول لك على الرسول عليه السلام بياكل كذا فاحنا هناكل زيه والحاجات دي، الرسول عليه السلام ما كانش بياكل غير الناس كلها بتاكله، ما كانش بيلبس غير الناس كلها بتلبسه. لا تشهر نفسك بلباس وكن كعامة الناس. انا يعني الواحد بيلاقي حاجات كتيرة نصب باسم الدين باسم كذا باسم كذا، استغلالا لحب الناس للتدين والفطرة والحاجات دي.